طيب، باعتبار روسيا التهديد الأكبر على الناتو، هل تعتقد بأن اليوم الصراع سيأخذ منزلقاً آخر، أي سيأخذ فصل جديد بين روسيا والغرب والدخول بحالة مواجهة مباشرة، أم هو فصل جديد من الحرب الباردة بين هذه الدول؟ أعتقد بأنه يمكن أن يتحول إلى حرب ليست باردة، يعني إلى حرب حقيقية تحدث بين هذه الدول. ولكن يجب أن نفهم بأن أولا هناك انتخابات قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الكونغرس الأمريكي في نوفمبر، أيضا هناك انتخابات في عام 2024 في روسيا وفي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد بأنه يمكن أن يحدث تغيير في السنتين القادمتين، يعني في العلاقات وحتى في الداخل الروسي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في الدول الغربية. يعني هذا الشيء وارد كون هناك انتخابات، ولأن نرى أيضا اليسار في إسبانيا وفي الدول الغربية تحرك صوب يعني ضد قرارات الحلف الشمال الأطلسي وضد قرارات الدول أو الحكام أو الأحزاب الحاكمة في هذه البلدان. وهذا أيضا يمكن أن يستفيد منه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياسات الخارجية للضغط على الدول الأوروبية.